الوزير طبعا بنشكر سياده الوزير ان احنا في بيت المال المصري في وزاره الماليه. ورجعنا حرصنا ان احنا نبقى موجودين في بيت المال المصري لان الناس كلها بيبقى عندها رعب شديد من وزاره الماليه ومن الضرايب ومن الجرائم. طبعا سياده الوزير مش محتاج اقول ان هذا الوزير العصامي اللي وصل لهذه المكانه هو واحد من افراد الشعب المصري بمجهوده وعلمه وثقافته وحب الوطن. يمكن سياده الرئيس اصدر توجيهات يمكن اخرها كانت امبارح لانهاء جميع المنازعات الضريبيه. القصه مش قصه نادي الزمالك، القصه في مؤسسات رياضيه تجاريه سياحيه صناعيه مؤسسات كثيره يمكن الفوائد المديونات اللي عليها يمكن اكثر من المديونيه نفسها. نادي الزمالك من سنه 96 متعسف في سداد الضرائب. لغايه ما سياده الوزير والحكومه طبعا قدموا مشروع محترم جدا وهو اعفاء اي حد يسدد. كان المشروع الاولاني احنا فاكرين طبعا اجتماع من سياده الوزير خلال شهر اللي يسدد الديونات القديمه يعفى من 90% من الفوائد. فيمكن كنت انا بقترح على سياده الوزير بعد ما نتحب عليه شويه انه من خلال ثلاث اشهر ندي فرصه للناس اكبر لان في ناس كتير يعني برضه حدثنا النهارده ان في ناس كتير ما تعرفش ان القانون ده طلع ان حضرتك لما تسدد المديونيه اللي عليك كلها للضرايب بتعفى من 90%. يعني احنا للاسف الشديد كان عندنا حوالي 60 مليون جنيه فوائد. نعفى من كام بقى؟ نعفى من حوالي 54 مليون. فالحمد لله بقول كل مؤسسه ثانيه رياضيه او سياحيه او صناعيه او تجاريه استفاد من قوانين بلد، مجلس الشعب ومجلس النواب اللي اتشرف ان انا عضو فيه مشكورا وافق فورا على مشروع قانون الحكومه. على فكره الحكومه هي اللي تقدمت بهذا القانون مش حد ثاني، وافقنا فورا لانه بيحل كل المنازعات الضريبيه. في نفس الوقت مش ممكن واحد يبقى عليه احنا مثلا النادي الزمالك عليه ضرايب من سنه 96، شوفوا يعني حوالي 22 سنه تقريبا لغايه دلوقتي. لما يجي نادي الزمالك يسدد جميع الضرايب المستحقه عليه من 96 ويبدا صفحه جديده مع الضرايب ويبدا صفحه جديده مع وزاره الماليه، وانا بعتقد انه قدوه للانديه الرياضيه ثم قدوه بقى للمؤسسات الثانيه اللي احنا قلنا عليها. فانا بدعو كل المؤسسات اللي عندها نزاعات ضريبيه بدل ما تروح تعمل طعن في المحكمه ولجنه الطعون وكل ده يعني ايه بيشيل منك مليون اتنين تلاته، احنا مره واحده اتشال مننا حوالي 56 مليون. طبعا الحمد لله احنا دفعنا المبلغ بالكامل برغم ان المديونيه دي كانتش طبعا كانت الزماله ما كانتش على مجلسنا لان سنه 96 اعتقد ما كناش احنا اتولدنا كلنا كده المجلس لكن مع ذلك سددنا. وده النهارده حرصنا ان احنا نشكر طبعا نشكر السيد الرئيس. المبلغ بالكامل كل اللي علينا ما نعرفش علينا احنا 40 و10 وبعدين سددنا 30 من 6، لكن اللي انا فاكره دلوقتي ان انا عفيت من 56 مليون. ده اهم حاجه عندي، دفعت كام ده خلاص حق الدوله. انما الميزه ايه؟ ان انا تم اعفائي من 56 مليون جنيه المفروض كنت ادفعهم كانوا عاملين لي مشكله. انا بتمنى من مجلس نواب زملائنا في المجلس مشروع قانوني اخر مقدم من الحكومه من السيده غاده وادي وزيره التضامن الاجتماعي اللي هي مسؤوله عن التامينات انه يتم الموافقه عليه، لانه زي مشروع ده بالظبط اي حد عليه تامينات متاخره لو سدد التامينات كلها بالكامل بيعفى من 90% من فوائد اللي هيدفعها هيدفعها. احنا بنشكر السيد الوزير واقول انه بلدنا فيها وزراء متفتحين بيحسوا بمعاناه الناس. يعني انا كنت بمشي يعني 60 مليون جنيه فوائد دي عليا يعني دي مثلا 30 40 وادفع فوائد 60 مليون حاجه صعبه. فبقول لا الدوله بتشتغل ما بجاملش حد انت عارفين ما بعرفش اجامل حد. يمكن الناس بس مش واخده بالها انه فيروس سي ده حاجه كانت رهيبه جدا لما يتعمل تعليمات او تصدر توجيهات انه تبقى الدوله اللي بتعالج ابناء الشعب المصري اللي عارفين فيروس سي منتشر بكثره في مصر عشان الريف والناريسيا والترع يعني الثقافه بتاعتنا احنا اللي احنا للاسف كنا عايشين فيها. لما نيجي نتكلم عن الغارمين والغارمات اللي هم الناس على ست بسيطه فاشترت ثلاجه ولا اشترت تلفزيون فاتحبست تاخد ثلاث سنين سجن لما الدوله تدفع لها المبالغ دي. انا دي حاجات صغيره للاسف الناس مش واخده بالها منها. منها بقى القانون اللي السيد الرئيس اصدر توجيه للسيد وزير الماليه انه ينهيه في مجلس النواب. بشكر زملائي في مجلس النواب لان احنا فعلا في جلسه الدكتور كان موجود مع الوزير ما خدش وقت مننا في المناقشه. ليه؟ لانه يا ريت يبقى كل المنازعات الجمركيه الضريبيه التامينات ننهيها عشان البلد تفوق.
احنا عارفين طبعا انه فتره من فترات كان في تعصب في السياحه، فتره من الفترات اللي هي كان فيها الاخوان المسلمين كان في مصانع بتتقفل بالكامل. للاسف الشركات السياحيه دي او الشركات السياحيه او الفنادق كل دي كانت عليها ضرايب، وعليها يعني الضرايب لما تراكمت على الفنادق السياحيه وتراكمت على الكرة السياحيه وتراكمت على المصانع اللي اغلقت، انت عايز تبدا من اول وجديد. لما تيجي تقول لي هشيل 90% من الفوائد دي و10% بس، اعتقد ان ده توجه محترم من الحكومه المصريه ومن الدوله المصريه ومن السيد الرئيس، لانه عنده وزير شاب عنده افكار بصراحه. يعني في مجلس النواب انا معجب جدا بادائه، زي ما كنت معجب يعني بصراحه باداء الدكتور يوسف بطرس غالي، اداؤه كان اداء محترم جدا 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 في المجلس. فانا بقول ان احنا في بيت المال المصري اهو، وما عندناش مشكله لا مع الضرايب طبعا، مفيش الجمارك مالهاش مشكله، بالعكس يمكن احنا حرصنا في القانون الجديد قانون 71 سنه 2017 ان يبقى في اعفاء من كل الادوات الرياضيه اللي بتيجي للانديه من الجمارك ومن الضرايب، وده توجه برضو انه بينشط الحركه الرياضيه في مصر. اي حاجه اي نادي او اتحاد هيعايز يستوردها من الخارج القانون بيسمح له، ولا بيدفع ضرايب ولا بيدفع جمارك، لان ده جزء من نشاط الدوله هو تشجيع الرياضه المصريه. بشكر معالي الوزير، بشكر السيد رئيس مصلحه الضرايب، معرفش انت طلع معاش ولا لسه هتطلع برضه. تاني انا حسام ان هو طلع لسه شويه. بشكر الدكتور ايهاب طبعا السيد الوزير، وزي ما انتم شايفين كده كل وزير معاه مجموعه من الشباب بتساعده. بشكركم وبشكر الاعلام اللي جه، بقول لكل المصريين اللي عندهم مؤسسات رياضيه انديه يعني او اتحادات او حتى لجنه اولمبيه او عندهم مؤسسات تجاريه صناعيه او سياحيه، اعملوا مبادرة زي ما نادي الزمالك عملها. وانا بصراحة كنت يعني برضو شاكك، انا بصراحة حكومة هل فعلا هتشيل 90% الدنيا نزاع برغم القانون صدر؟ لا، الدولة ممثلة في السيد رئيس الوزراء طبعا الدكتور مصطفى الدولي، الدكتور مصطفى مش غريب عن نادي الزمالك، الدكتور مصطفى الدولي كان لاعب كرة يد في نادي الزمالك، صحيح اللي كان بيدربه في النادي الدكتور كمال درويش المنافس بتاعي، بس في النهاية الدكتور مصطفى ابن من ابناء الزمالك، بنتمنى له لانه برضو كادر شاب برضه بدراعه ما حد يعني ما عندوش اي واسطه، ويمكن هو يمكن دكتور مصطفى متربي في العماره اللي جنبي على طول، والده يمكن سكر لسه 39 احمد عرابي العماره اللي جنبي على طول، حاجه محترمه حاجه راقيه طول عمره متفوق، واتمنى يكون التفوق اللي كان في الرياضه وفي التعليم يبقى فيه تفوق ان شاء الله في قياده الدفه الحكومه المصريه الاحسن ان شاء الله. هل حضرتك المبلغ كله تسدد كاش كله ولا كله ولا العنق اشرف برضه يتكلم؟ لا تسدد يا حبيبي كاش تاخد الشهاده. انا بقول كلام عشان الناس، السؤال مهم جدا طبعا، الشرط انك تسدد نقدا فلوس بالكامل. احنا سددنا الحمد لله وابرئت ذمتنا الماليه، وبقول لمن ادعى ان الزمالك بتهرب الضرايب بقول له عيب اختشي، نادي الزمالك نادي كبير، سدد المديونات اللي كانت على مجالس السابقه من سنه 96. وانا بقول تاني يا ريت كل مؤسسه تاخد حظر نادي الزمالك. هو طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. و يعني خليني اقول لحضراتكم انه في توجيه صريح من القياده السياسيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في اكثر من مناسبه قال يعني مش عاوز نزاعات ومنازعات وقضايا ومحاكم والناس في حاله انه عليها قضيه وعليها حجز وعليها مش عارف ايه، يعني عاوزين نخلص المواضيع ديت، واخرها كان يوم الخميس. الرئيس اكد تاني لازم ندي فرصه للناس انها تنطلق، لازم نساعد الناس انها ميزانياتها مليانه غرامات ومليانه فوائد تاخير وعليها قضايا وفي المحاكم، قال الكلام ده لازم يخلص بقى بسرعة ممكنة، وبحيث ده هيساعد الاقتصاد المصري، لأنه الاقتصاد المصري مش هيستفيد حاجة بحد يفلس، لا هيستفيد بأن حد بيشتغل وبيشغل ناس. الاقتصاد المصري مش هيستفيد أن حد قاعد رايح جاي وشاغل نفسه بالمحاكم والقضايا والحجوزات، لا الاقتصاد المصري هيستفيد بناس عمالة بتفكر إزاي تنتج، إزاي إن هي تتوسع، ازاي تشغل ناس تانية، ازاي انها تصدر. وعشان كده يعني لما يعني سيادة الرئيس طلب دوت وطرحنا عليه الموضوع، يعني حاجة ما حصلتش من ما يقترب من 30 سنة
انه يبقى في قانون بيعفي من الفوائد وغرامات التاخير. وهو الرئيس الموافق يلا توكلوا على الله واعملوا مشروع قانون وتقدموا بيه. ويمكن اللي انا عاوز اقوله اللي النهارده بنشوفه هو ترجمه ل يعني زي ما بقوله كده فكر وسياسه ودوله عاوزه تنطلق، دوله عاوزه انه قطاعاتها الاقتصاديه ما تبقاش مكبله بامور تخليها عرضه للافلاس، وحكومه برضو عندها الاستعداد وعندها الرغبه في ان هي تساعد انه ما يبقاش يعني نادي الزمالك كان عليه حجز اداري من الضرايب. انا هستفيد ايه ان انا نادي عريق زي نادي الزمالك عامل له مشاكل وحجز اداري طالما في فرصه انه يدي للدوله حقوقها ونساعد في ان هذا الامر ده. ونفس الكلام هو بالنسبه للمصانع وبالنسبه لي يعني احنا برضو حتى في المناطق الحره كان في مشاكل وحجوزات وكده، قلنا لا تعالوا نقعد ونشوف ازاي نحل ونساعد بعض. الدولة دي هتنمو بالإنتاج، الدولة دي هتنمو بخلق فرص عمل، الدولة دي هتنمو بإنه ما نبقاش كلنا خايفين ده الضرائب ده الجمارك ده التأمينات ده مش عارف إيه، لا عاوزين نساعد بعض. فال يعني الإصرار في إنه لا نساعد بعض هو كان الدافع بإنه أيوة يعني في جهات في الدولة إذا كان أصل الضريبة 100 بقى بالفوائد بقت 200 و250 و300 لأن الفوائد وغرامات التأخير بتبقى عالية. طب خلاص يبقى ناخد أصل الدين اللي هو مستحقات الدولة ونتنازل عن الفوائد وغرامات التأخير ونساعد بعض، هو ده اللي بنقول نساعد بعض. وأنا من مصلحتي إن نادي الزمالك ينمو ونادي الزمالك يشغل ناس ونادي الزمالك بيعمل أنشطة والأنشطة بتجيب دخول والدخول بيدفع عليها ضرائب للدولة، ده مصلحة الدولة يبقى ساعد في هذا الكلام. وبالتالي عاوز أقول أنه مشروع القانون اللي تم إعداده بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل المراجعات التشريعية إلى أن وصل مجلس الوزراء إلى أنه رجع في مجلس الدولة إلى أنه وصل مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الجلسة العامة إلى أن أصبح قانون بعد تصديق السيد الرئيس عليه. النهاردة نادي الزمالك يعتبر من أوائل الجهات في الدولة اللي بتستفيد من هذا، أنه الأستاذ مرتضى منصور جه قبل القانون وقال أن أنا عاوز الحجز الإداري المرفوع عليا المحطوط عليا من الضرائب أن الحجز الإداري ده، فقلنا له لازم تدفع، لازم نادي الزمالك يدفع. وبعدين وإحنا بنتكلم اتكلمنا على مشروع القانون اللي لسه ما كانش طلع، فقال خلاص أنا هعمل معاكم اتفاق هدفع جزء وان شاء الله باذن الله. هو ده وعد وكان قال وعد، قال انا هاجي وانس القانون ده طلع اسدد كل اللي على نادي الزمالك. وفعلا الضرايب اللي كانت على نادي الزمالك متجمعه بقى لها فترات بقى لها اكتر من 20 سنه طبعا تراكمت بالفوائد. فهو زي ما الاستاذ مرتضى قال يعني هو نموذج للمجتمع المصري كله في انه تعالوا نخلص ونخلص، تعالوا ادوا للدولة مستحقاتها، شيلوا من عليكم فوائد وغرامات وانطلقوا. احنا عاوزين كل الوحدات الاقتصادية اللي في البلد تقوم وتقف على رجلها، لانه كتير من ميزانيات الجهات المختلفة مليانة مخصصات واحتياطيات علشان في نزاع مع الضرائب فانا حاجز فلوس، عشان في قضية معرفش القاضي يحكم بايه والنزاع هينتهي لفين فانا حاجز اموال. لا تعالى وخلص ديت. وانا بقول ده نوع من التنظيف للميزانيات ونوع من الـ يعني حاجة كده بدل ما تبقى خنقة لا احنا بنطلقها. ويعني انا بشكره جدا لان هو الصراحة قال لا من عليا دور كمان مجتمعي ان انقل المجتمع ديت ان انا استفدت من هذا القانون. وبالتالي يعني بدعو جميع قطاعات وانشطة الدولة انها تحذو حذو نادي الزمالك في القضية. يعني يمكن استاذ مرتضى قال ايه، قال انا 60 مليون اتشال من عليا جزء بسدد 56 مليون فوائد، بس انا بقول القضيه اكبر من كده، القضيه اكبر من 56 مليون، القضيه منشاه من منشات الدوله نتيجه لانه الدوله عاوزه تستعد مستحقاتها، حجز اداري ومشاكل ونيابه وبتاع. يعني انا بشغل كيان مؤسسي في الدولة بنزاعات، لا انا مش عاوز اشغله بده،
انا عاوز اشغله بالحاجات الاساسيه اللي هو الكيان ده موجود عشانها. وانا بقول لما بيتفرغ لده وبيجيد في دوت وانشطه اكتر وناس تشتغل اكتر، هو ده المجتمع اللي ممكن ينمو ويكبر. فالرساله دي اتمنى انها توصل لكل قطاعات المجتمع المصري. وزاره الماليه والحكومه منفتحين تماما على ناخذ بكل ما هو يساعد الاقتصاد المصري انه ينطلق وانه نزود من التشغيل. عندنا تحدي كبير البطاله، عاوزين شبابنا يلاقي فرص عمل، وده مش هيجي الا من قطاعات اقتصاديه منطلقه بتنمو يوم بعد يوم. عاوزين نبعت الرساله دي انه احنا عندنا نوع من الاستقرار، مش بس امني وسياسي، لا عندنا كمان استقرار اقتصادي. سياساتنا الضريبيه والجمركيه وخلافه هتكون فيها نوع من الاستقرار عشان تقدر تخطط صح وتقدر تشتغل صح وتقدر تنمو صح. لانه احنا مش حابين ان كل يوم يتقال الله هم الناس ديت كل يوم في شأن مختلف عن اليوم اللي قبليه، لا احنا حابين ان نبعت رساله مش بس لداخل مصر، لكل المستثمرين. مصر عملت كتير عشان تهيئ نفسها للاستثمار، بنية تحتية، كهرباء، غاز، طرق، كباري، أنفاق، قوانين وما إلى ذلك، علشان مصر جاهزة للاستثمار وكمان استقرار في سياساتها. فإن شاء الله بإذن الله الرسالة دي توصل، وأنا مصمم إن أنا كل مرة تجيلي فرصة ألتقي بحضراتكم إن أكرر هذه الرسالة، إنه مصر جاهزة للاستثمار وجاهزة للنمو وجاهزة تخليق فرص عمل، لأن مصر استثمرت استثمارات ضخمة جدا في البنية التحتية عشان تبقى جاهزة لده. النهاردة شبكة الطرق والكباري والأنفاق اللي بيصرف عليها عشرات المليارات، حل مشكلة الكهرباء، حل مشكلة الغاز الطبيعي، قوانين جاذبة للاستثمار، الدولة عقلها وقلبها منفتح لحل المشاكل، مشكلة زي بتاعة الضرائب، وبالمناسبة حتى الجمارك حتى الضرائب كله في القانون ده على اساس نخلص كل اللي عنده اي حاجه متراكمه او كده. وحتى الاستاذ مصطفى بيقول لي والتامينات، بقول له القانون مشروع القانون موجود في مجلس النواب ان شاء الله مع بدايه الدوره البرلمانيه الجديده. احنا عندنا قطاعات تاثرت بالظروف اللي فاتت، عاوزين نساعدها بقانون زي ده. يعني قطاع زي قطاع السياحه تراكمت عليه التزامات ضريبيه وتامينيه وخلافه، الدوله على قد ما بتقدر بتساعد، لكن طبعا لما تيجي مثلا في التامينات بتبقى حقوق عمال وكده، هو كان معذور وما جالوش دخل، لكن التامينات دي حقوق عمال، الضريبه دي مستحقات دوله. فعاوزين نساعد بعض، عاوزين ان شاء الله باذن الله اللي عمله نادي الزمالك تحت القياده الاستاذ مرتضى منصور يكون قدوه لبقيه قطاعات الدوله وبقيه الانشطه. وان شاء الله باذن الله احنا 3 اشهر فات منهم تقريبا 10 ايام، ان شاء الله باذن الله يا رب بقيه قطاعات الدوله تستفيد من ده وتكون نتائج جيده، وان شاء الله هنطلع بمبادرات على قد ما نقدر علشان نحفز اقتصاد بلدنا وعلشان نرجع الثقه في استقرارنا، مش بس السياسي والامني والاقتصادي والضريبي والجمركي وكل السياسات. انا حتى استغل هذه الفرصه وبقول ان الضريبه العقاريه لما جينا نطبق عملت شويه مشاكل، هنبص فيها هنحاول نيسر ونسهل، لانه في النهايه هدفنا ان المجتمع ده ينمو. المجتمع ده نموه معناها تحسين مستوى معيشه المواطنين، معناها خلق فرص عمل، ومش هيجي الا بنوع من الاستقرار ونوع بتاع. احنا مشاكلنا بقت مشاكل تنميه مش مشاكل دوله. الدولة الحمد لله رب العالمين في وسط الغباء أو في وسط الظروف اللي فيها المنطقة دي كلها الحمد لله، لكن مشاكلنا مشاكل تنمية، تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق فرص عمل، استقرار في الأسعار، تحسين الخدمات العامة، الصحة والتعليم وخلافه. إن شاء الله يبقى ده شغلنا الشاغل خلال الأربع سنين دولت، إنه تدريجيا الناس مستوى معيشتها بتتحسن وخدمات الدولة بتتحسن. وزي ما قال مصطفى بيه إنه يعني خلال الشهرين الماضيين أكثر من 19,000 عملية جراحية لناس كانوا في قوائم الانتظار، قلب مفتوح وكلى ومش عارف دعامات وجراحات عيون وكده، ده حاجة ما كانت ممكن تعملها إلا دولة بتقدر تصرف، دولة تقدر تصرف على الكلام ده وتنفق عليه. فزي ما بقول تاني مشاكلنا الاقتصادية دي بالاستقرار في سياساتنا إن شاء الله بإذن الله تتحل، وإن شاء الله يا رب تكون دي فاتحة خير على مصر كلها. بشكر حضرتك ويعني كل التوفيق. أنا برضو بعيد شكر لسيادة الوزير والسنة اللي هي بطولة صغيرة. عايز أقول إن الحكومة السيئة هي الحكومة اللي بتعاند شعبها. إحنا عندنا نموذج القانون الضريبة العقارية، يمكن عمل مجلس سيادة الوزير عمل من كلامه وعمل شوية مشاكل في حكومة بتعاند. لا هو كده،
لا الحكومة بتراجع القانون مرة تانية، لأن مفيش حكومة بتعاند الشعب، مفيش حكومة عايزة تتعب الشعب. سيادة الوزير أعتقد تخفي كل المشكلات اللي موجودة، اللي كل مؤسسات المجتمع اعترضت على بعض البنود في هذا القانون، وأنا متابع إن الحكومة بتراجع تاني قانون الضرائب العقارية. ده رقم واحد. رقم اثنين، يمكن الناس برضه مع الوزير مش واخدة بالها يعني إيه شبكة الطرق. جزء من حضارة أي مجتمع شبكة الطرق، جزء في العالم. نروح ألمانيا ليه بقى؟ لأن شبكة الطرق دي معناها إن المستثمر هيجي هيلاقي مكان يتنقل فيه، زي ما سيادة الوزير قال الغاز الغازي كنا بنستورده، يعني ما شاء الله الدولة يعني فيه اكتشافات كتيرة في الغاز. الدولة بتتطور، إحنا بقى نفسنا كشعب مصري لينا طلب واحد. أنا طبعاً هو يمكن سيادة الوزير شاف اللي بيشوفه في المجلس، أنا يعني عمري ما يعني عمري ما يترك، يعني أنا محسوب معاهم، لكن أنا عايز أقوله لا نلتفت للشائعات. البلد دي مليانة شائعات، البلد زي ما سيادة الرئيس قال لك 30,000 تقريباً شائعة فعلاً كل يوم كل يوم. يعني أنا عايز كأنا مصطفى مدبولي عايز أتفرغ أشتغل، ولا هتفرغ كل يوم أقعد أرد على شائع؟ كل يوم تطلع 7-8 شائعات. فأنا عايز للشعب المصري، إحنا شعب ذكي جداً، هو مش قادر يحاربك اقتصادياً، خلاص اقتصادك بقى مستقر، هو مش قادر يحاربك امنيا، الامن عندنا ما شاء الله مستقر خلاص، رؤوس الارهاب اللي في سيناء عماله نقطع رقبتها اول باول، هو بيحاربك بالشائعات، هيشككك في كل حاجه في البلد دي، كل حاجه في البلد هيشككك فيها، وكل يوم في القنوات المعاديه افتح بتلاقي كل على جميع المستويات الرياضيه السياسيه الاجتماعيه السياحيه. فانا بقول للشعب المصري الطيب اللي احنا منه فتره دي طالع منه ثلاثه ليه من هذا الشعب، من هذا الشعب، من فضلكم مشكلتنا دلوقتي لا في الاقتصاد ولا في السياسه ولا في الامن، مشكلتنا ان الاشاعات اللي بتتردد كل يوم عشان تهد حيل البلد دي. بلدنا ربنا مش هيهد حيلها، لان البلد دي ربنا كرمنا في القران وهتطلع، ويا ما جه السوس ومماليك واتراك وصليبيين فرنسيين كل والانجليز واسرائيليين وكله في الاخر راح في 60 دقيقه وفضلت مصر. انا بشكر سياده الوزير، بشكر جهاز المعاون، بشكر سياده رئيس مصلحه الدوله، بشكر زملائي في مجلس النواب طبعا الدكتور علي عبد العال، اللي مجرد ما سياده الوزير قدم المشروع القانون على الحكومه تم الموافقه عنه اعتقد يمكن في جلسه واحده، لانه زي ما سياده الوزير قال احنا الدوله مؤسسات دوله برلمان سياده الرئيس حكومه كل ده عايزين نريح الشعب بقدر المستطاع. عندنا مشاكل، عندنا 5 سنين سود اللي هم من بعد 2011، وزي ما شفنا صنع قفلت وفنادق قفلت وكل ده قفل. فانت النهارده لما بتيجي بني ادم يبقى عيان مريض وتعمل له عمليه وبعدين بيطلع من العمليه، هل بيطلع بيجري في الشارع والمستشفى ولا بيسندوه الاول وبعدين ياخدوه لغايه مسير المترو وبعدين مترين وبعدين يبتدي يتحرك لوحده؟ هو ده هي اعتبره مصر كده طالعه من يعني ده راي يعني من عمليه كبيره جدا، انه كان في ناس محتلين هذه البلد وكانوا دمروا كل حاجه في البلد. فاحنا الحمد لله تعافينا، واهم حاجه في التعافي يا سياده الوزير هو الامن، احساسك بالامن في بلدك، لان احساسك بالامن هيديني احساس انا كمستثمر، هيديني احساس انا كمصري ان انا انتج، ان انا حتى مؤسسه رياضيه لما احس بالامن ان بلدي فيها امان انا في مكاني هبدع، يعني في نوع من الابداع. انا بشكرك تاني يا سياده الوزير، وبدعو كل المصريين انهم يحزوا حزب الزمالك وياخدوا زي ما السيد الوزير قال مش مشكله تشال 56 مليون، لا المشكله انك انت يمكن انا عايز اقول ان انا النهارده اتشجعت احط فلوس في بنك، يعني خلاص انا بتشجع احط الفلوس بتاعتي في بنك، البنك يعني ودائع موجوده في البنوك بتشغل مصانع بتشغل الكلام ده كله. فانا بشكرك تاني ومستنيين المزيد من القانون السهل ان شاء الله. شكرا جزيلا.